مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. شكرا كثير لكم. يلا بينا. دقيق 330 غرام، مسحوق السكر 100 غرام، فانيلا معلقة صغيرة، زبدة 200 غرام، بيضة واحدة، طبعا الزبدة تكون بحرارة الغرفة، نخلط المكونات جيد حتى تنسجم. إذا كانت العجنة محتاجة دقيق نضيف لها دقيق بالتدريج، لأنه هذا حسب نوع الدقيق. وإذا كانت العجنة ناشفة نضيف لها أي نوع من السوائل، ممكن مية نضيف لها لو كان زبدة أو زيت أو حليب، ما في مشكلة، أهم شيء بالتدريج، معلقة معلقة بنضيف. هذا كله سبب حسب نوع الدقيق. نقسم العجنة لجزئين، جزء نضيف عليه الكاكاو الخام، معلقة كاكاو خام، وبنخلط جيد. بخصوص الطحين الدقيق، يعني لو كان يفضل لو كان تبع كيك، تبع حلويات، مش موجود ما في مشكلة أي نوع دقيق. والسكر يكون يفضل يكون ناعم، ممكن تطحنه على الماكينة، أو ما غير موجود ناعم ممكن بالسكر خشن يكون، ما في مشكلة. وهذه العيارات بالكوب، اللي ما عنده ميزان هذا عيار المعلقة والكوب، اللي ما عنده ميزان. بنمد العجينة هذه الطريقة، نفس طريقة المصانع، ولكن أنا عملتها بشكل سريع وبشكل سهل، عملتها ما عملتها بشكل معقد، عملتها بشكل يكون سهل لربة المنزل. ممكن تستخدم أي نوع قالب، مش شرط يكون نفس القوالب هذه، اي نوع، ممكن في الكوب تستخدمه، ممكن في اي نوع، اي شيء، في الغطاء تبع الزجاج، الكولا، اي شيء، الموضوع مش صعب. يعني اي نوع قالب ما في مشكله في موضوع القالب، لا يعني استخدم الشغلات المتوفرة عندنا المتاحة. سخن الفرن على 170 من فوق ومن تحت، ونحط الصينية في الرف الأوسط تقريبا 15 دقيقة أو حسب نوع الفرن، يعني إنه بتبين حتى تنضج. يعني العجنة للزيادة نعملها لو ميكس مع الكاكاو والسادة، نعملهم مع بعض. انتو ممكن تتفننوا مثل ما بدكم، ولكن انا بعمل كل شيء سريع لانه عندي لو التصوير متقيد، انا في التصوير
فبعمل بشكل سريع، فأنتم ممكن تبدعوا أكثر من هيك تبدعوا. يعني أنا بس مجرد بديكوا الوصفة وبديكوا بعض الأفكار، وأنتوا لازم تبدعوا. ندخلها الفرن. مربى الفراولة بنضيف حسب ما احنا محتاجين، بنحطها على حرارة أقل من المتوسطة لمدة تقريبا 10 دقائق عشان تفقد الرطوبة وتكون ماسكة حالها، ولازم ننتظر حتى تبرد. نضيف مربى الفراولة، وإذا بدكم إياها سادة ممكن تخلوها سادة حسب الذوق. وإن شاء الله قريب هنزل وصفات كتير مختلفة بخصوص البسكويت، ولكن أتمنى أن أنتم تجربوها هذه، هتعجبكم كتير كتير كتير، لأنه هي الخلطة الأصلية هذه، يعني بأمانة مش ملعوب فيها. جربوها وحتكونوا كتير كتير مبسوطين. وفيكم أنتوا مثل ما أنتوا شايفين هشة ولذيذة، فيكم أنتوا تعملوا أشكال تانية. صحة وألف عافية. هي يعني صحية، والزبدة هي زبدة طبيعية وهي صحية، وانتوا عارفين شو حاطين فيها، ما فيها مواد حافظة، وحيكونوا الأولاد أو العائلات كتير كتير مبسوطين بهيك وصفات. ممكن انتوا تبدعوا أكثر من هيك كمان، بس أنا مجرد أديكوا أفكار. وانتظرونا أشياء كتير كتير جديدة. في أمان الله، انتظرونا بوصفة جديدة. أتمنى الاشتراك في القناة. شكرا كتير لكم، مع السلامة.